التعازي بالبطريرك إغناطيوس الرابع هزيم تواصلت اليوم الرابع، والقائم مقام البطريركي يدعو مسيحيي الشرق عبر الام تي في الى الوحدة والصمود. تقرير هيثم خواند. كما في الأيام الثلاثة الماضية عجت صالونات كنيسة القديس نيقولاوس بالمعازين الذين توافدوا للتعزية ببطريرك انطاقيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس إغناطيوس الرابع هزيم، الذي يجنز ظهر الأحد بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، بالإضافة إلى وفود كنسية من أرجاء العالم المسيحي. وفي انتظار استكمال مراسم الجنازة والدفن، يبدو أن الحديث الانتخابي عن خلف للبطريرك الراحل لم ينضج بعد، رغم ظهور ملامح انتخابية أولية عبر انتخاب مطران بصرة حوران وجبل العرب سابا إسبر قائم مقاما بطريركيا، وهو تحدث للأم تي في عن هواجس المرحلة المقبلة. إني ولو سرت في وادي ظل الموت لست أخشى شرا لأنك معي. يعني ما يحدث من أمور لا يدعو إلى أن نكون مرتاحين إلى هذه الدرجة، يدعونا إلى أن نكون يقظين وأن نرص إيماننا جيدا ونركز على إيماننا، لأن الله هو الحامي. عبر التاريخ دائما كان الله هو الذي يحمينا ويحمي كل البشرية. اليوم تجربة البشر يمكن بسبب وسائل الإعلام بتخوفهم زيادة. ويؤكد إسبر أن بصمة البطريرك هزيم لن تمحى عن الكنيسة الأرثوذكسية. بالتأكيد يعني على صعيد الكنيسة عمل إنجازات هائلة. موضوع جامعة البلمند إنجاز ليس بالسهل إطلاقا، هيدا أحد الأمثلة فقط. على صعيد إطلاق الكاهن المتعلم، اهتمامه بكلية اللاهوت من وقت ما كان إسقف، يعني كانت إنجازاته فيها له أيادي بيضاء كثيرة على وجه الكنيسة الأنطاكية اليوم. وعلى الصعيد الوطني والشأن العام حضوره دائما مميز وجامع. القائم مقام البطريركي الذي تجنب الغوص في غمار السياسة والثورة السورية ترك للبطريرك المقبل أيا يكن الاهتمام بهذه الملفات، مؤكدا أن دوره ينتهي لحظة بدء أعمال المجمع الانتخابي. فهل يكون هو حامل صليب المشرقيين الثقيل، أم أن لصندوق الاقتراع رأيا آخر؟